ان شاء الله بشكر في الفيديو الدمج مع الاختراع ان شاء الله. عندي اختراع جديد طبعا، انا المفروض حتى ما اكتب هني لان انا ما سجلت هذا، عفوا سجلتها بس ما قدمت طلب اختراع، لان في نوعين، في تسجل اول للحمايه وبعدين تقدم طلب اختراع. انا سجلت للحمايه ما عندي مشكله، لكن المفروض ما انشغل بهالكلام اللي هو انتاج الكهرباء من الكهرباء. طبعا التجربه اللي انا سويتها 5 كيلو ونص تنتج 50 كيلو. طبعا انا قلت ليش سويتها؟ لان كانت كل المعدات والاجهزه كانت عندي، فقلت خليني اجرب اللي موجود. فبعد ما سويت هذه الفكره قلت لا، ليش انا ما اسوي من نص كيلو اسوي 100 كيلو؟ ليش لا؟ فهاي انا قاعد اشتغل عليها الحين، وحتى بعض الشباب يقولون لي هيجوك برا يقولون لي بيقتلونك مشكله، بس اهم شيء ان انا افهم البيئه والانسانيه والبشريه وبعدين بيسوون لي يكون ما عندي مشكله. طبعا العضويه تشوفون الشعارات اللي موجوده هذه قدامكم، اول شيء اكيد انا اعرف النادي العلمي المخدري. حق الشباب اللي يبغى شيء في النادي العلمي انا ممكن اعرف وياه، ممكن اتكلم عن الشباب اللي موجودين في النادي العلمي ما عندي مشكله. عضو في الفدرالية العالمية للاختراعات، هاي الفدرالية مقرها سويسرا والوحيدة في العالم، الفدرالية الوحيدة للاختراعات ما فيها. طبعا انا افتخر بالشيء هذا، انا دخلت النادي العلمي عضو كامل وطلعت نفسي حتى نفسي عضو متعاون. ليش حطيت نفسي؟ ليش يعني ليش سويت؟ ايش اللي تستفيده انت؟ عدنان شخص بانتهاء عدنان تدير العضوية. النادي العلمي مع استمرارية الحكومة موجودة. فبيقعد يصدق دائما موجود معاهم. طبعا عضو في الجمعية العالمية للاختراعات والمكيفيكيشن طبعا تايوان، بس رئيسة من مربع من بولندا، رئيسة ورئيسة تمرن. عضو في النادي الروسي الدولي للابتكارات. النادي الروسي الروس هذول اصعب منهم يا جماعة. سنة كاملة أنا عضو وياهم، غير الإيميل ما قالوا لي إنك أنت عضو معانا، بس الإيميل ترى. طبعا أنا بعثت لهم إيميلات يا جماعة ما يصير كيف تلعبوا معنا، ما أعرف أي شيء قلت له أنا عضو، قال لا أنت عضو معنا. جاء الاجتماع السنوي طرشوا لي إنه على أساس إنه حضر. قلت حضر بصفتي شنو؟ قالوا ترى وياك، قلت له ما عندي مشكلة. أول حاجة ما عندي بطاقة العضوية، ثاني شيء ما عندي شهادة تثبت إن أنا عضو وياكم. قال تعال نعطيك الشهادة والبطاقة في نفس الوقت. فرحت خليت الشهادة سنة كاملة، لأن الروس صعبين يعني، حتى وايد ناس يسألون لي كيف تقدر تدخل في النادي الروسي؟ أنا حاولت إني يعني أدخل في النادي الفرنسي الأوروبي كعضو، لأن كان هدفي إني أدخل أغير اسم النادي نفسه. أو عفوا مش نادي، الجمعية، كنت ناوي هدفي إني أغير الجمعية هذه إني أخليها مثلا النادي الفرنسي الاوروبي العربي مثلا او القطري. فهاي اللي انا اريد، لكن ان شاء الله طبعا قدر الله ما شاء فعل صار ظروف اخرتني اني ادخل معاهم، فان شاء الله جاي اكثر ان شاء الله وادخل معاهم باذن الله ان شاء الله. فهاي اللي اقول لكم شباب شلون اقدر ادخل، لازم تحطون في بالكم. المشاركات، طبعا المشاركات في التحكيم الدولي للاختراعات والابتكارات. الاشراف على المسابقات المحليه اللي حتى موجوده عندنا الادبيه والعلميه، حتى في قطر في البحث العلمي والادبي اشارك واحكم. انا يوم الاثنين كنت ايام المدارس حكمت في المدارس، ويوم الخميس كنت اعمل محاضره حق مدرسه طلابها بيشاركون في انتل في امريكا. فرحنا هناك ووجهتهم، لان انا اقول لهم كل سنه احنا رحنا مرتين ودينا الشباب معانا للاسف الشديد ما فز. يقولون لي عنهم باقي 5 ايام احنا بنود الشباب اللي اشوفكم. السلام عليكم شباب، شو اخباركم؟ مره قالوا لي سنه قبل، قالوا احنا كنت بقعد مع الشباب وقلنا احنا جايبين خبير، تعال قعد تعال اسمع الخبير شو يقول. والله يا جماعه 3 ايام طلع بعد الخبير اللي موجود كان موجود، والله طلع ما عرفت ولا واحد من المشاريع اللي كان 5 مشاريع، ولا عرفت شنو المشروع اصلا اللي مشاركوا فيه في امريكا. كان يتكلم في اشياء ما لها دعوه، لا تقفل شنطتك ما ادري ايش ايش، تعرف من امريكا انت حتى لو فتحت الشنطه جمال يحط الورقه يقول لك انا فتحت الشنطه. يعني مثل العرب يكسرها وان شاء الله تفتح الاغراض ما لها دعوه. هناك في امريكا لو فتحت تلقى الشنطه مرتبه شكل مكانها
حاط الفرقه، ليش انا اقول حكي شكوى عن الشنطه؟ خليكم انا هدفي مش هدفي الفوز، انا مش هدفي الشنطه، مش هدفي السياره والسياره والى اخره، انا هدفي الفوز. فان شاء الله الله كريم تغير الحين، انا بديت معاهم من الحين، بديت مع المدرسه وان شاء الله بكمل مع المدرسه الثانيه. طبعا الحمد لله انا حتى ايام ما كنت في قطر البترول كان مجالي اعمل عدد هيكله، دائما اعمل عدد هيكله للاداره اللي عندنا ولبعض الادارات اللي معنا في سعيد. فالحمد لله عقب بعد بديت اشتغل على المراكز العلميه، النوادي العلميه، المؤسسات طبعا عندي عدد هيكله الاداريه، المؤسسات، وزارات، انا عملت عدد هيكله لوزارتين، عملت عدد هيكله لشركه فرنسيه قطريه من الشركات الكبرى في فرنسا. طبعا الحمد لله كلها تطوع حتى قالوا لي ناصر ليش؟ يعني ما تسوي المكتب تاخذ فلوس. انا هدفي مش الفلوس، لو اعطيني 1000 ريال شو اسوي فيه؟ بصرف او بروح. هدفي انا لما اعمل عدد هيكله اني انا اخلي الشخص هذا المدير الوزير اللي هو يحب الاجيال القادمه اللي عنده. اذا حبهم يحب من؟ يحب عيالي انا، مش بس عيالي، كيف عيالي، يحب كل اهل يساعد كل اللي موجودين في البلاد هذه، يعني احنا ما نقول قطر، يعني حتى مواليد قطر انا اعتبرهم قطر، انا ما عندي مشكله، ما عندي جواز، اوكي هذا شيء ثاني مش شغلي انا، انا شغلي مع الشباب. جاني واحد يوم كنت في سعيد، واحد يمني سويت له خطه، قلت له 5 سنوات اخذ سنين مستر، ايش رايك؟ خريج جامعه، لو عنده جواز اخذ السنين غصبا عني. سويت له خطه 5 سنوات عشان ياخذ سنين مستر. انا مش مهم عندي، لكن الرجل مبدع وينتج هذا اهم شيء انا فيه. انا ما في والله طبعا اعمل ورش ومحاضرات. طبعا الحين نبدا في الكتاب، طبعا المساعه كل اللي انا اقوله اللي هو انا كنت ابي ازرع روح التحدي في الشباب، شلون الان قدر يوصل للاشياء كيف قدر يوصل؟ فالحين انا اجي اتكلم عن الكتاب، اول شيء لما اجي عن الكتاب طبعا فيه فهرس، في كل كتاب شباب لازم تسوون كتاب، اي كتاب لازم يكون فيه فهرس يراويك ايش اللي طبعا دائما في كل كتاب في رساله انت تكتبها في اول كتاب تكتبها في اخر كتاب طبعا شيء راجع لي لان في بعض الرسائل مجرد رساله شكر للناس اللي ساعدوا في الكتاب. طبعا الرساله اللي انا سميتها رساله موجهه للشباب، يعني موجهه للشباب ليش انا عملت الكتاب هذا؟ فاتمنى كل واحد يقراها، طبعا في جبر ما شاء الله قرا اللي بالعربي قرا بالانجليزي، فاتمنى كل الشباب ان شاء الله كلهم يقرون الكتاب هذا الموجود. طبعا كل كتاب لازم يكون له مقدمه. طبعا بعد اتمنى ان تقرون المقدمه. الكتاب هذا يتكلم عن يعطيك يعرف لك ايش الاختراع، شنو الاختراع؟ طبعا الكتاب يشرح لك فيه لو شرح بسيط يشرح لك عنه، شنو الاختراع؟ وبعدين ايش الابتكار؟ وبعدين يتكلم لك عن تعريف التكنولوجيا، يتكلم عن الاختراع، الابتكار، التكنولوجيا، يعطيك شرح بسيط طبعا. طبعا الكتاب هاي كلها ترى من خبرتي اللي انا مريت فيها، ممكن يكون في نقص واجد، ممكن في اشياء ناقصه المفروض ازيدها، بس انا هدفي مش اني اجمع معلومات وايد ويستفيد منها اللي يقرا الكتاب. طبعا هني عندك تتكلم يعلمك تاثير الاختراع والابتكار التكنولوجيا. طبعا احنا دائما شكل ما تكلمنا شباب، شكل ما تكلمنا قبل، ان التكنولوجيا ما تنتظرني وما توقف. مره احنا قعدنا في ورشه عمل يومين الاي سي تي مسوينها مع شركه ماليزيه اللي متعاون مع الاي سي تي، فكان هدفهم من ورشه العمل هذا ان احنا نطلع ثاني يوم ورقه عمل كيف احنا نحمي عيالنا من الانترنت. طيب اول يوم كان عندنا محاضرات، قدمنا المحاضرات، ثاني يوم بدينا نتناقش في الموضوع هذا. خليته منين؟ بعد الغداء. بعد الغداء قلت لهم انا عندي سموا اللي يسمونه سؤال استفسار اي شيء تبغون تقولون. قالوا شنو؟ قلت الحين انت لو تعطي جوالك لولد صغير ما يعرف يتكلم ممكن يفتح جواله يطلع العاب يسوي يقدم كل شيء، طلع اشياء انت ما تعرفها. فكيف انا اقدر احمي ابني مثلا من الانترنت اذا هو 70% مثلا وانا يدوب 20؟ طبعا انا ما اقدر اقول له وقف لان انا الحكي التكنولوجيا ما توقف، فهو يتقدم مع التكنولوجيا.
سحب مدري ايش ما اقدر اصور. فايش اللي يعني اسوي؟ لازم احنا نفكر بطريقه كيف نخليه هو يحمي نفسه. طبعا انا ما اقدر اسوي هالشيء. لازم هو يعني انا في عندي محاضره الحين ما خلصت ان شاء الله تاثير الجوال. طبعا الحين ما خلصت ان شاء الله عندي مقدمه محاضره. اقدر اسويها للمدارس بس. فلازم انا اخلي الولد هو نفسه يحمي نفسه. لا هو يحميني انا بعد، لا انا اشيل الحين هاي التكنولوجيا تركب وانا اللي قاعد اسحب العدد يصير الحوار. فهاي الكتاب هذا يروي بعض الاشياء اللي ممكن تخدمك في كل مجال. طبعا في نصائح للمخترع موجوده في الكتاب، اعتقد اذا انا مش غلطان جماعه لا تخبرني عليها، هي تقريبا 28 نصيحه. اعتقد 28 نصيحه موجوده في الكتاب نفسه. لو احنا قرينا الكتاب هذه، الكتاب هذا بيساعدنا ان احنا فعلا نبدا. انا قلت لكم قبل مش مهم عندنا كيف تخترع، اهم شيء انك تصير مبدع، لما تصير مبدع تصير مخترع. طبعا الكتاب يعلمك معايير ومبادئ توجيهيه لمساعدتك كمخترع في كل اختراع، في كل نظام له قوانين وانظمه ومعايير، وهذا يعلمك بالضبط شو تسوي. طبعا ما تقدر تروح تقول والله تقدر تخطط خطط وبعد ما تقدر ترجع كانك ما سويت شيء، لازم تعرف كل شيء تسويه. طبعا اعداد احتياجات المشروع يشرح لك كيف تعد اي مشروع تبي تسوي دراسته. يعني حتى موجوده هنا لو بعد شوي بنلاقي حتى في البحث العلمي اي بحث تسويه لازم تسوي له اعداد للدراسه اللي تسويها او المشروع نفسه. كيف تطور الفكره؟ انت جاتك فكره في راسك، كيف تطورها؟ الكتاب نفسه يساعدك انك تطور الفكره اللي في راسك، شلون توصلها؟ شلون تسويها؟ طبعا لما تسوي اختراع لازم تسوي نموذج على اساس تقدر تعرضه. اذا انت ما عندك نموذج ما تقدر تعرضه. يعني انا مسوي مجسم، سبع مجسمات سويتها عشان كل مره اسافر بلاستيك حاط في الصندوق الكبر، وللاسف الشديد مره الصندوق كان بهدلني، كنت ادفع زياده في الوزن طلع العيب في الصندوق الخشب. لما انكسر الصندوق قبلته حطيت ثاني لقيت ان انا ما ادفع، فكان العيب كان في الخشب نفسه لان ما كنت ادري عنه ان الوزن هذا في الخشب نفسه. رغم ذلك انا عاملهم كلهم السبعه صور لهم، هذيك عملتها في الفلبين والباقي عملتهم في الصين. يعلمك كيف تبدا في طلب براءه الاختراع اللي هو يسمونه الملف، ملف براءه الاختراع اللي هو الفايل. طبعا اختبار السوق، طبعا في بعض النصائح والتوجيهات كيف تختار السوق واي سوق ينفع لك. والله تقول انا والله سميت اختراع لكن الاختراع هذا ما ينفع قطر، ينفع بريطانيا، ينفع مدري اي سوق اللي ينفعني. طبعا بيوجه توجيه وين تروح، كيف تبيع الاختراع، وين تبيع وين تسوي؟ ينفع في كذا دولة، بس تبدا من وين؟ شلون؟ كيف تسوي؟ هذا طبعا بيساعدك الكتاب الهاي. طبعا في مقدمة موجزة عن البحث. أي بحث، أي إنسان شباب، أبو بكر، اسمعني عشان نسولف بعدين، عشان نسولف فيها. البحث هذا مقدمة موجزة تعلمك كيف تسوي البحث. للأسف الشديد أنا كان ودي في الثانوية تو خلصت دخل الجيش مرشح. جيت آخر السنة يوم جيت البيت قال لي يبا قال لي يبا حطيت في المدرسة أسوي ثلاث بحوث. قلت ما شاء الله زين طيب اقرأ الكتاب. قال لي يبا رجاء خلي كتابك على جنب. قلت له ليش؟ قال المدرسة أصلا معطينا كات أند بيست. معطينا معلومات، معطينا أوراق تنسخها في الأوراق وعطينا إياها وعندك على 200 درجة. قال له انا مشيت على كتابك خلال 10 ايام ثلاث بحوث. تخيل انت ثلاث بحوث. جماعه انا البحث اللي انا سويته على الدكتوراه 258 صفحه. جننت الامريكان على البحث هذا. انا اناقش اساتذه دكتوراه ثانيين غير هذا في تايوان وفي ماليزيا. هذول جننوني ولا انا جننت الامريكان. يعني دقيقين جدا 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 هذول اللي احنا مستحيلين فيهم. حاولت اقدم ابي اخذ بوست دكتوريه. ليش اخذ انا بوست دكتوريه؟ ولا ادور شغل ولا بشهاده ولا بشيء.
ساتيسفاي مثلا مين انا شيء ما تخافين انا فعلا سويت مصاب مصاب فلي انا اللي اخذ مستهدي هو التكرار المتطور او المتقدم منه. طيب هنا بيقول لك شنو البحث؟ طبعا الكتاب يشرح لك وش البحث؟ طبعا انت لما تقول والله انا بسوي البحث شنو معنى البحث؟ هذا الكتاب يشرح لك. طبعا خطه او مقترحات البحث طبعا فيها كاتب العنوان والملف ومدري ايش هاي كلها بتكون موجوده بالتفصيل في الكتاب. المقدمة طبعا هاي لازم يكون كل الكلام الموجود فيها طبعا شو ما تكلم بساعة كتب الكتاب في المقدمة فهاي مقدمة البحث مش مقدمة الكتاب غير مقدمة. الغرض من الدراسة ليش أنت سويت الدراسة؟ ليش سويت البحث؟ دراسة البحث أنت ليش سويتها؟ فهاي هي اللي تخلي الإنسان يعني يقدر يسوي دراسة. طبعا خلفية بما فيها المسألة الأدبية يعني لازم أنت لما تكتب شيء لازم تكتب شيء صح كلام صح قواعد واملاء واشياء هذا لازم يكون صح مش تقول وصف كلام وخلاص. يعني انا مره كنت قاعد مع واحد كنت احاول ان اقنعه انه يكتب. طبعا الشخص هذا سعودي كنا في المانيا وصيد تجربه صيد شلل بس ويلعب على الايباد والجوال فقلت له يا اخي ليش ما تستغل وقتك هذا بدل ما انت تكون تحط نفسك صفر على الشمال ليش ما تكون شخص قيمه شخص لامع شخص مهم. طبعا قال لي لا ماني بكاتب قعدت معاه ساعه وربع عشان اقنعه في الاخير حتى وصل لكم قلت انت ايش رايك انا اكتب كل الكلام اللي صار بيني وبينك عشان اقنعك انك تكتب اكتبها لك في مرويه واجيبها لك. طبعا اول اللي قعدت لساعة اثنين ونص الليل كتبت سبع صفحات جيت براجع لقيت نفسي كل اللي كتبته ولا فهمه قلت لا لا ما ينفع حصليت ثاني يوم بالليل بعد نفس الشيء بالليل ما عندي حد وقعدت اكتب لخصت الكلام كله الى خمس صفحات. طبعا رحت جيت قلت له عطني ايميلك قال لي ايش تقريبا؟ قلت بطل اشيك الكلام اللي كتبته قال ما انا كاتب قلت حبيبي انا ما ابيك تكتب انا الكلام اللي كتبته لقيت نفسي ان انا بعمل محاضرات حق الطلاب عندي في المدرسه وابغيك تساعدني ترجع لي بحث مصفتك انت في سكه التدريس. قال انا سكرتين قلت احسن سكرتين احسن واحسن بعد مرت عليك شهر وايد المشاكل هذه وحلت. لما قلت له انا بعمل محاضرات وبيك تساعدني قال لي ابشر. شوف ما كان يبيه قال لي ابشر لكن يعني سبحان الله انا جيت وقعد راح الحين رجع السعوديه وكلمته قال ان شاء الله ما عندي انا مش مهم انه يعطيني الحل. المهم انه يقرا الكتاب سواء كتب ما كتب المهم يقرا الكلام اللي انا كاتبه انا متاكد انه بيعطيه دافع انه يبدا يكتب لو اي شيء بسيط. طبعا اعطيته واحد قال لي كلامك هذا اللي انت كاتبه ركيك مو مشكله حبيبي ركيك سوى غير ركيك اعطني اللي مش ركيك. فدائما انا دائما التعود دائما انا احب الانتقادات حتى الانتقادات دائما احب اكثر من الانتقادات العاديه لان هي اعتبرها انا هي النجاح هي سبب النجاح اللي تخليك لما ينتقدونك الناس وانت تكتب او تشتغل او تسوي شيء وتقول له تعال حبيبي انت تغلط ليش؟ انت تقول انا ليش؟ عطني الحل فهذه ساعدني. فاتمنى ان شاء الله عيالنا طبعا وصف الموال المؤسسيه اللي انت جبت كيف سويت البحث مساعده البحث الاشياء هذه لازم تكون موجوده تسجلها كلها. اجراءات البحوث في مجال الاختراع طبعا هي علمك الطريقه عشان تسوي بحث في مجال الاختراع. تسميه وخلق الشعار لو شفت الشعار اللي عندي هني في عليه حرف ار اكيد اللي قدام الشباب اللي يعرفون ايش معناه حرف ار الشباب يمكن ولا ما يعرفون حق الملكيه هذه انه ما حد يقدر ياخذ الشعار هذا الشعار دام عليه حرف ار معناته انه مسجل. طبعا انا ما اقدر حرف ار وانا مش مسجل الشعار لازم يكون عندي شهاده تسجيل ان انا مسجل طبعا يسجل عندنا وزاره الاتصال. فالشعار هذا ما حد يقدر ياخذه لو انت سويت اختراع سويت شعار وسجلته حق الملكيه نعم سجلته ما حد يقدر ياخذه. طبعا تسجيل براءة اختراع هاي لازم تسجل براءة اختراع. انا قلت لكم قبل شويه سجلت حماية لكن الحماية ما تكفي لازم تسجل براءة اختراع. براءة اختراع مجلها اطول من الحماية، الحماية كلها اللي اقول حق الشباب عطني اربع سطور دائما اقول حق طلاب المدارس اذا سويت اختراع في المدرسه انا بجيك المدرسه، اذا سويت اختراع في البيت بجيك البيت.
كل اللي احتاجه اسم الاختراع واربع سطور تعطيني او خمس سطور بس اعطيك الحمايه. الكمبيوتر لما انا ادخل المعلومات هذه يعطيني الرقم ويعطيني كلمه سر حق الايميل اللي اقدر ادخل فيه. الف اللابتوب له واقول له غير كلمه السر قبل اطلع عنك عشان انا ما اخذه مش غيري عشان اضمن حقك انه ما حد يقدر يخترع من عندك. اقول له اضمن غير كلمه السر عشان انت تبقي في البيت مرتاح مع انه ما يقدر ياخذ اختراعي. خلاص انا غيرت كلمتي. تصنيع الاختراع لازم تبدا تصنع الاختراع. طبعا هذا بيعطيك شنو كيف تسوي شنو اللي تسويه ايش الاجراءات اللي تسويها. طبعا الكتاب يساعدك. وعندنا مسألة الاختراع والتسويق هذا طبعا عقب ما تصنع الجهاز كله موجود. انتاج الاختراع الاعلان عن الاختراع طبعا لازم تحط اعلانات في المحافل الدوليه في بلادك في اي مكان تبي انت تحط تشوف ايش اللي انت تقدر تسويه. تقدر تحط اعلانات لازم تحطها. انشاء عرض تقديمي يعني بعد شويه انا بوريك الفيديو لازم يكون انت تسوي الاختراع لازم تسوي له فيديو. شباب اذا حد يبغى يحتاج يسوي فيديو ولا شيء انا عندي شخص قاعد عندي ياخذ راتب ما يشتغل الا اني انا اذا قلت له سوي شغله هذا سوي شغله. وانا مستعد اساعد الشباب كلهم اني اسوي لهم فيديوهات ما عندي مشكله. حتى المدارس انا اسوي لهم فيديوهات اللي يشاركون في امريكا ويسوونها اسوي لهم فيديوهات. طبعا في شرط بسيط يعلمك كيف تغلب على الصعوبات اللي تواجهك. لازم كل في شيء في صعوبات في هذا فلازم الواحد يتغلب عليها. تسهيل دراسه طلب الاختراع طبعا اشرح لك كيف التسهيل. استبيان تغيير الاختراع استبيان انا عملت استبيان شفهي كل اكبر الناس كلهم قالوا لي صادق مش انت صح يعني ما انت واحد من الشباب الله يجزاه خير يعطي الصحه ويطول عمره 80 سنه قال لي ما اخبرك. قلت له ليش يبغى ما اخبرك؟ قال والله لا تقول يشتغل معي ما بشتغل معي 80 سنه ما بيشتغل. قلت له ايوه ليش؟ انا دائما احب اسال ليش؟ قال ما اخبرك تقعد تركب الزرق القهوه تجيب عنها الهواء. طبعا هو جايبه كنكته لكن يعني وايد ناس قالوا لي اللي يقول لي صادق وش يقول لي بصراحه على حسب وصلت ايش كثر قريب مني. اللي قريب مني وايد هذا عاد ما يقصر معي بس لكن بالعكس انا اعتبرته تشجيع لي انا واستمريت في انتاج الجهاز. بالرغم ذلك ان مهندسين يوم كنت بقدر البترول تواصلت معاهم كلهم ما تخلص خبرتهم عن 10 سنوات يعني 10 سنوات فوق كلهم قالوا لي الفكره ما تنجح. واحد من الشباب دائما اذكر اسمه يوسف مراد اسمه من الجابر قال لي لو انت الاختراع هذا لو الفكره هذه انجحت ينتج لك 400 قلم في اليوم. فعلا الجهاز كان ينتج 550 قلم في اليوم. فجيت قلت له يوسف ليش قلت لي 400؟ لان كنت انا مدير وهو تو متخرج من جامعه قطر عشان كذي انا احترم جامعه قطر واحب جامعه قطر ورغم ذلك انا ما درست فيها. فقال انا الدراسه طلعت عندي 550 صح متوسطها في اليوم في حساب سنه كامله. قلت له ليش قال لي 400؟ قال انا لو قلت لك 500 وانتج 400 بتقول لي اسمع يا حسن. فقلت لك 400 على بال ما انتج زياده بتقول لي صادق لي. قلت لا كلامك صح. يعني هو الوحيد اللي قال لي. طبعا في ملاحظات في الكتاب نفسه تعلمك كيف تشارك في المعارض الدوليه. اي معارض تقدر تروحها، شو المعارض تقدر تشارك فيها، كيف الطريقه، شلون تشارك، كله موجود في الكتاب. طبعا وأعيد مره ثانيه اي مساعده اي حد يبغى اي شيء انا ما عندي مشكله. طبعا هذا الشيء مهم جدا شباب. هذا مهم جدا توقعات المحكمين، ما انت اذا عندك اختراع لازم تفكر ايش الحكم يبي يشوف مني؟ ايش اللي يبي يعرفه؟ كيف يبي يشوفني؟ شلون يبي يتكلم معاي؟ هالاشياء كلها موجوده في الكتاب. طبعا يعلمك معايير شوف في كذا نوع من التحكيم. طبعا يعلمك معايير تحكيم للعلوم. معايير تحكيم للمشاريع الهندسيه، طبعا هاي كلها موجوده في الكلام هذا في الكتاب. معايير المشاريع الاقتصاديه بعد موجوده في الكتاب. معايير تحكيم المشاريع العامة، المشاريع العادية، بعد موجودة في الكتاب بيساعدك انك تقدر تسويها. زائد الكتاب في قائمة تعريف المصطلحات زي القاموس، لأن كل واحد يعلم الكتاب مخه في شيء غير. لما أنت تقرأ الكتاب يمكن تفهم في شيء ثاني، لكن لو قريت المصطلحات بيعلمك بالضبط الكاتب أو المهندس.
بعدين لازم تكتب قائمة المراجع، وين جبت المعلومات، كيف جمعت المعلومات، والأشياء هذه مهمة جدا. شباب طبعا هدية لكم، طبعا أنا دائما أقول في هدية لكم. قبل لا أقول لكم الهدية هذه، طبعا شفتوا الميداليات هاي كلها اللي أنا حصلت عليها والجوائز اللي كسبتها فيه وشهادات. طبعا أنا عندي في البيت مسوي 100 ميدالية ذهبية. معها مسوي ميدالية ذهبية يمكن اللي عنده كارتي يشوف الكارت هذا هنا عليه شعارات ومنظمات عالمية. حتى وأنا أشارك في العالم أي مكان في أي دولة، حتى لو أشارك هذول الفيدرالية أو الجمعية موجودين، أعطي شهادة وشعارات موجودة عليه. فأعطي شهادة دولية معترف فيها تنحط في ملف الطالب في المدرسة ياخذها مسيرة حياته. شغال على جائزة الحين إن شاء الله، تعالوا بالتوفيق إن شاء الله. طبعا أنا وصلت 300,000 جائزة، طبعا مش من عندي. تكلمت مع بنوك إن شاء الله وصلها لنا 1,000,000 وأكثر. طبعا تكلمت مع قطرية إن شاء الله أقدر أحصل 10 تذاكر بزنس رجال أعمال، لأن إذا فاز الولد أنا بيعطي أمه وأبوه تذاكر بزنس، هم حرين إن شاء الله ياخذوا روحهم بزنس ويخلون عيالهم كيفهم يبيعونها يبدلونها إيكونومي، ياخذ 5 من عياله ولا 6 اللي يكونوا موجودين يوديها ووفر فلوس، وفر فلوس التذاكر. فهاي هدف. طبعا تكلم مع أريدو على أساس إنه يريدوا هم يسوون سبونسر حق معرض اختراعات، تجمع الشباب اللي عندهم اختراعات يصير المعرض وهذا كله. قلت لهم بعد اللي أبي أفهم هذا أريدو، أبي كل واحد يزور المعرض تعطيه هدية إن شاء الله، تعطيه شهادة مجانا. طبعا دعاية له هذا الشيء زين، لكن أنا أبي يدعم الشباب، يشجع الشباب، يعطي الشباب كلهم. طبعا لما يعطي شباب صغار هذول حتى لو مش محترف، أوه ما شاء الله ايش كثر قصر ليش؟ تخيل أنت لما أكون أنا عندي جائزة 1,000,000 ريال، 1,000,200 وزع على 5 أشخاص ولا 6 أشخاص، وتذاكر وزع على 5 ثانيين، فأنا مشاركين اللي عندي 20 أو أكثر من 20 شخص بيحصل جوائز، فليش لا؟ زايد الميدالية الذهبية، زايد الأشياء الثانية. طبعا هديتي هذه اللي أقولها أنا، إني أنا هدية يعني هدية لكم أنتم، اللي هي تشجعني إن أنا أتكلم وياكم وأعرض عليكم وأقول لكم، وأنا أقول لكم أنا مستعد أسويكم، مستعد أساعدكم، ممكن أخليكم تصيرون أحسن مني. هاي الأشياء اللي أنا أبيها لكم أنتم. أساس إن أبيكم، أبي أزرع فيكم روح التفوق والإبداع، لازم أكون أنا شخص متفوق. ليش أنا ما أكون أحسن من الغير؟ ليش أنا ما أتفوق على اللي غيري؟ حتى بالدراسة في كل شيء. طبعاً والمشاركة الاستفادة من الأنشطة العلمية والأدبية، أي مشاركات في نوادي علمية، في مدارس، في هذا لازم تجربوا فيها. ليش؟ لتحقيق أهداف يعني أحلامنا، لما قلت هي جميعاً لبناء يعني بلاد آمنة، هذه هي تحقيق رؤية القطر الوطنية. التنمية المستدامة والأشياء هذه وضمان العيش الكريم، هذا من هدف رؤية، هو هدف رؤية القطر الوطنية جزء من الهدف طبعاً، هو مش اللي هو ضمان العيش الكريم للأجيال القادمة مع الاستمرارية. أنا ما أبغى ضمان عيش وخلاص، لا لازم استمرارية. طبعا الحين عقب السلايد هذه، طبعا الفيديو هذا يرويك جهاز الاختراع لمنتج المي الرطوبة، يرويك البيوت البلاستيكية اللي تشتغل على الطاقة الشمسية، ويرويك الزراعة المائية اللي في ناس متخرعين من الزراعة المائية. الزراعة المائية هذه اكتشفت أول سنة في 1940، اكتشفوها استخدموها للجيش الأمريكي. في 1960 صار كل واحد يستخدمها. فهذا الجهاز طبعا اللي هو انتاج الماء والرطوبه، طبعا هذا الشكل القديم كله شكل سويته، طبعا يتغير كمان اللي بيفهم فيه يتغير، انا طورت الجهاز. طبعا الخلايا الشمسيه هذا شيء يقولون خياري لك، انت تحب
اذا انك تفكر في البيئه او هذا طبعا لازم تفعل، ما تفكر في البيئه ممكن تقلل وتشغل الجهاز من غير خلايا جنسيه. طبعا هاي نظام البيوت الكلاسيكيه اللي انا عملتها اللي يشتغل على الطاقه الشمسيه والزراعه المائيه، هاي الاحوال كلها كل الاشجار هذه كلها تزرع مي بدون تربه، زراعه بدون تربه، وتحت الاحوال تكون فيها سمك، لان المي ايش اعمل في المي؟ اوديه للزراعه وارجع للسمك واخذه مره ثانيه وارجع للزراعه. عندنا في قطر ارض اراضي صبخه كثير، فممكن نحطها في الارض الصبخه هذه من طريق التبخر ذي؟ نعم. يتبخر الماء؟ لا ما يتبخر. ولا تحتاج تزيد الا قليل اذا في تسمم في شيء ممكن. لان اصلا البيت هذا بارد. ويعطينا وقت فصل واحد لمده سنه كامله، فصل واحد ممكن تزرع نوع واحد من النبات لمده سنه كامله مش اربع شهور ولا ثلاث شهور. مكلفة أظني، ها؟ تكلفتها عالية. لا تكلفتها مش مسألة. والله يقولون يعني كثير من يقولون التكلفة عالية زراعة. معلش. مكلفة غير العادية. صح. مكلفة. طيب أنت احسب لما يكون عندك إنتاج لمدة سنة كاملة نفس المادة، زرعت طماطم لمدة سنة كاملة، خير لما تزرع ثلاث شهور. إيه طبعاً أكيد. فأنت احسب التكلفة هذه لمدة سنة قسمها على سنة كاملة، إيش بيصير التكلفة عندك؟ يعني أنا حسبت الجهاز، جهاز المرأة عند تمويل الملاعب. حسبت الجهاز اللي كان ينتج 500 كيلو، طبعا اول جهاز سويته 500 كيلو وبعدها 800 كيلو، الحين وصلت الى 2400 كيلو، دراسه بس الواقع وصلت ما طبق. فلما حسبت على 500 كيلو ينتج في السنه مليون و600 الف، مليون و650 مثلا. لو انت وزعت المليون و600 مليون و600 الف ومليون ونص وزعتها على طول السنه كامله قسمت على تكلفة الجهاز يطلع لك الجلن الماء يمكن 10 دراهم بس انك تدفع قبل مقدمة. هني قال واحد من الشباب اني انا ادفع مقدمة. طبعا لو هاي اسطبلات الخيول، تبريد اسطبلات الخيول ممكن تترك ماء غسيل تسبع الخيول. طبعا بيجي قال ان شاء الله اسمع هنا الحين زاد اني اقول اي حد من عيالكم شيء عنده اقتراح يبي يسوي ناخذ اي استفسار.